أول هالسنة وحنا ما ورانا إلا نتابع أخبارها العرس الهندي واللي جاء بعد قصة حب طويلة جمعت أنانت أمباني ورديكا ميرشانت. طبعاً أنانت هو ولد الملياردير موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند وفي قارة آسيا بكبرها، واللي يقدر صافي ثروته حسب مجلة فوربس بأكثر من 123 مليار دولار بس. ورديكا طبعاً ما هي قليلة بعد، فهي وريثة عائلة ثرية عريقة في مجال صناعة الأدوية. فعاليات الفرح استمر على مدار 7 شهور وشملت احتفالات هائلة تنوعت بين سهرات موسيقية، عروض ثقافية، طقوس تقليدية هندية، كلها اتسمت بالضخامة والفخامة. في يناير سووا لهم حفل خطوبة بسيط جداً ما حضره غير أكبر نجوم بوليوود بس، بالإضافة للعائلات والأصدقاء طبعاً. أما أول حفل ضخم فكان مارس الماضي، حفل ما قبل الزفاف الأول، واللي شارك فيه بس 1200 شخص، من بينهم بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، والمفاجأة فيه كان عرض المغنية ريانا، وهذا كان أول حفل كامل تحييه من 2016.